في بالك اللي نجم نعملوا ابليكاسيون انفورماتيك من غير ما نكتبوا حتى ستر كود؟ ما نعمل في اللول الكونت بتاعي ونجي نشوفوا شنو الحكايه مع بعضنا. اي يا سيدي، باش نعملوا ابليكاسيون انفورماتيك عندنا ثلاثه حلول ممكنه. الحل الاول هو ديفلوبمون كلاسيك، يعني نجيبوا ديفلوبر هو يصنع لنا التطبيق اللي نحبوا نصنعوه، والموديل هذا يتسمى هاي كودينج موديل. وفي الموديل هذا بالطبيعه كل شيء يتصنع من الصفر، الداتابيز، الكونسيبسيون، الديزاين، الباكاند بتاعنا، دونك كل شيء يتصنع من الصفر. الحل الثاني اللي ممكن ما تعرفوش اللي هو فما دي بلاتفورم معمولين باش انت تصنع التطبيق نتاعك كأنك تعمل في بريزونتاسيون باوربوينت. جيب هذيك لنا حط هذيك غادي، يعني بريسك الكل دراج اند دروب، جيب منه وحط من هنا. لكن بالطبيعه مازلنا في الموديل هذا نستحق نكتبوا شويه كود، يعني اوسترا، والموديل هذا يتسمى لو كودينج موديل. الحل الثالث هو الكل دراج اند دروب، يعني ما فماش حتى ستار كود، وهذا اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو. الموديل هذا يتسمى نو كود موديل والا نو كودينج موديل، واحنا لي ديفلوبر موجودين في الموديل اللي هو هاي كودينج موديل، ويظهر لي قريبا ما عادش باش يستحقون. ما تنساش الفلو عاد باش تشوف فزات على الديفلوبمون والكودينج.